مشاهدينا، وحول جهود وزارة الداخلية بشأن توفير القوافل لبيع المواد الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لأهالي شمال سيناء، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. أستاذ محمود، أهلا بك، وما هي الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير السلع من وجهة نظرك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. النهارده في مشهد راقي ومتحضر، وزارة الداخلية يعني بتضخ أطنان كبيرة من السلع الغذائية، كافة السلع الغذائية اللي بيحتاجها أي بيت مصري، خاصة السلع الاستراتيجية، نتكلم عن اللحوم والأرز والسكر والدقيق، كل الحاجات ومتطلبات البيت المصري، خاصة إحنا داخلين على شهر رمضان الكريم، بأطنان كتيرة وبكميات كبيرة جدا بيتم توفيرها في محافظة شمال سيناء في معرض ضخم جدا، وكمان هناك سيارات متحركة بتحمل هذه السلع الغذائية عشان توفرها في كل ربوع شمال سيناء لأهالينا وحبايبنا وسكان أهالي شمال سيناء، عشان يقدروا يستطيعوا الحصول على كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة جدا، بالإضافة إلى أن هذه السلع بتحمل جودة مرتفعة وتتحقق فيها الحاجتين، ارتفاع الجودة مع انخفاض الأسعار، مش السلع الغذائية بس، ولكن كمان وغير الغذائية أيضا. بالفعل يا فندم، بنتكلم عن أجهزة كهربائية، بنتكلم عن مفروشات، بنتكلم عن ملابس، أي حاجة بيحتاجها البيت المصري سواء منتجات غذائية أو غير غذائية هي متوفرة في هذه المعارض التي يعني تندرج تحت اسم مبادرة كلنا واحد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أستاذ محمود، كيف ترى جهود الدولة واهتمامها بعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى إلى شمال سيناء؟ يعني فندم، النقاء الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية تبعت رسائل من ارض الواقع، رسائل هذه الرسائل مش الوزاره اللي بتقول عنها، ولكن الاهالي انفسهم هم الان زي ما حضرتك لسه بتعرضي من شويه هم بيتكلموا. رسائل امن وسلام من قلب سيناء، رسائل امن وسلام من ارض الفيروز الى ربوع العالم كله، ان سيناء امنه مطمئنه، ان عوده الحياه لطبيعتها كما ذي قبل، ان طلابنا وابنائنا بيروحوا المدارس بشكل امن، الناس المواطنين بيتحركوا على مدار ال 24 ساعه بشكل امن، ان وزاره الداخليه بتقدم خدمات متحضره، خاصه الخدمات الشرطيه اللي بنتكلم عن الاحوال المدنيه والمرور والجوازات وتصاريح العمل والفيش الجنائي، وكل الخدمات اللي بيحتاجها المواطن في شمال سيناء بيستطيع ان يحصل عليها بشكل متحضر من خلال القوافل المتحركه، او من خلال كمان المواقع الشرطيه الثابته، او من خلال السيارات المتنقله. اصبحت الحياه تعود الى ذي قبل من في محافظه شمال سيناء، وشفنا الفرحه مرسومه على وجوه الاهالي، حتى الاطفال الصغيرين مبسوطين باللي بيحصل، مبسوطين، وضباط الشرطه هم بيوزعوا عليهم الهدايا في المدارس وفي الجامعات، بيقولوا لهم احنا موجودين ومعاكم، واحنا موجودين وسطكم، واحنا جزء لا يتجزا من كل، وان الحياه ان شاء الله باذن الله ستسير بسلام وامان على ارض سيناء، الارض المباركه الطيبه. نتمنى أن تحظى مصر دائما بالأمن والاستقرار في كل ربوعها. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، شكرا جزيلا لك.